الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامجكم واحد من الناس في رمضان. انتوا عارفين احنا في رمضان كل يوم بننزل في برنامج واحد من الناس، انا وزملائي فريق العمل من فنيين ومصورين بنلف شوارع مصر كلها ومحافظاتها، اولا عشان خاطر نقول شكرا لكل عامل وكل صانع وكل واحد بيبني وبيعمر، ونحاول ان احنا ندخل البهجه والسرور كده ليهم من خلال حواراتنا معاهم، ونعمل مسابقات خفيفه ونحاول نهديهم هدايا بسيطه رمزيه بتعبر عن محبتنا ليهم وتقديرنا ليهم. شعرنا في البرنامج دوت ان احنا في رمضان نجبر بخاطر الناس ونقول لهم شكرا، ونحاول كده ان احنا نقول لهم انتوا ناس محترمين، واحنا بنحاول بس نعبر لكم عن احترامنا وحبنا. النهارده يوم الجمعه زي ما انتوا عارفين الشوارع كلها تقريبا فاضيه، لكن الحقيقه اكيد في ناس بتشتغل. خلونا كده واحنا ماشيين نشوف مين شغال النهارده عشان نقول له شكرا، كتر الف خيرك، رمضان كريم. يلا بينا يا رجاله وهنلحق الصلاه وكل حاجه، ما تقلقوش باذن الله. يلا بينا. بقول لكم ايه، تحبوا نروح فين النهارده بقى بان النهارده الجمعه؟ يعني احنا في اكتوبر بقى يا دكتور، الناس مريحه، فنروح نريح شويه في النادي. ايه راي حضرتك؟ عايزين تروح النادي؟ عايز تروح النادي؟ لا انا من الناس اللي عايز تروح تلف العربيه هنا. طب بقول لكم حاجه، تعالوا بقى نروح النادي، النادي اللي في اكتوبر هنا. يلا بينا. عارف حمدي؟ عارف. انت عارف يا احمد نادي النادي اللي في اكتوبر ده عباره عن ايه؟ ده نادي جديد يعني عاملينه عشان خاطر يخلوا الناس يعني يعملوا فيه عضويات، وعندهم استهداف اظن انا كنت قريت قبل كده ان يبقى فيه 80,000 عضو تقريبا عشان خاطر يلبي احتياجات سكان مدينه اكتوبر يعني. فهو الحقيقه مشروع كبير، واظن معمول على 80,000 متر مربع اظن، حاجه زي كده يعني. وبرده بيقولوا فيه منشات رياضيه كتيره واماكن للناس، مهم قوي ان الناس تلاقي مكان تشعر فيه ان هي تقدر تشارك في نادي. صباح الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. رمضان كريم، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب. تعرف عليكي اسماء. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. انت منين؟ الزاويه. عايز اكتوبر. طب احنا ممكن، انا شايف كده انتوا ما شاء الله يعني، ممكن نخش لنا نبص على النادي؟ ممكن. احنا مش اعضاء. حضرتك منور. الله يخليكي، شكرا. خش. شايف انا بقى في عمال والناس شغالين اهو. يعني نادينا وصلنا نادي بنادي زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله. السلام عليكم، رمضان كريم. زي ما احنا شايفين يعني ناس شغاله. انا بقول لكم ما فيش حاجه اسمها اجازه، يعني حتى في يوم الجمعه الناس شغاله، حتى لو كل الاعمال بس شغالين. هو ده المصري المحترم اللي بيشتغل معانا جديد. تعالى بقى نتعرف عليه. اتعرف بقى. ممكن اتعرف على حضرتك؟ اصور معاكي ممكن؟ ماشي. اسم حضرتك ايه؟ ورده لطفي. منين؟ من ده، من المنوفيه. احسن ناس ان شاء الله يخليك يا حبيبي. وبقالي قد ايه شغاله في النادي هنا؟ بقالي سنه. سنه؟ اه. طب عندك اولاد قد ايه؟ ثلاثه. مين ومين ومين؟ شيماء ومحمد ونسمة. شيماء فين بقى شغاله؟ سنه كام؟ لا ده متجوزه. متجوزه؟ انت جده كمان؟ اه. ما شاء الله. مبسوطه هنا؟ الحمد لله. والتانيين عندهم قد ايه؟ الحمد لله. اولادك التانيين؟ الاثنين متجوزين، بس محمد 28 سنه. اه. وانا كنت شغاله في الوزاره بتاعه الشباب والرياضه. بيكبروا خاطرك كده ولادك ويسالوا عليك؟ الحمد لله. ويفطروا عندك في رمضان؟ الحمد لله. وبيقول لك؟ الحمد لله. طب الحمد لله. تعرف بحضرتك؟ فاطمه عبد العاطي. منين يا فاطمه؟ من امبابه. اهلا بيك. حضرتك بتشتغل هنا بقالك قد ايه في النادي؟ بشتغل بقالي 6 شهور. 6 شهور؟ طب عندك اولاد؟ عندي 3. 3 ما شاء الله. مين ومين ومين؟ رؤية ويارا توأم وصالح 6 سنين. نفسك ايه لاولادك؟ نفسي اشوفهم احسن حاجه. نفسي اشوفهم في احسن حاجه. يعني عايزين يطلعوا ايه؟
ربنا بقى كاتبه لهم ان شاء الله باذن الله. لا الله باذن الله. ايه ده ما شاء الله، ده العنصر النسائي هنا مسيطر جدا. في ايه؟ اهو في اهو، تعالى تعالى اهو، في عنصر. اسم حضرتك ايه؟ حسين. منين يا حسين؟ من بولاء. من بولاء. شغال ايه؟ اشتغل امر. بقالك قد ايه هنا شغال في النادي؟ 8 اشهر. 8 شهور؟ كنت فين قبل كده؟ كنت اشتغل قبل كده في كافيتيريا. كافيتيريا؟ اه. مبسوط هنا؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. طب يلا شد حيلك. عايز اعرف حضرتك. عبد طب عبد الله. منين؟ الفيوم. احسن ناس. انت الاحسن. شغال ايه حضرتك هنا؟ مزارع. مزارع؟ ما شاء الله، انا شايف الزرع هنا جميل والله، انت عامل حاجه حلوه قوي ما شاء الله. وكنت شغال فين قبل كده؟ لا كنت شغال مسافر بره. عندك اولاد؟ عندي 3. مين ومين ومين؟ محمد ومايا و... عايز تقول لهم ايه النهارده؟ اهو كلمهم، الكاميرا فين؟ عايز تقول لهم بعيد عليهم بقى في رمضان، تقول لهم ايه؟ كل سنه طيبين، رمضان كريم، ربنا يحفظهم لك. تعرف حضرتك؟ عبد الرحيم سليم. منين؟ اسيوط. شغال يا عبد الرحيم؟ في الزراعه. في الزراعه برضه ما شاء الله. حماد احمد حسن. من اسيوط. من اسيوط. اه شغال في الزراعه. منور يا ابو حميد. الله يخليك. بحضرتك حسن امين يوسف. شغال ايه حضرتك؟ نجار هنا شغال. نجار يعني عندنا كل. منين؟ ايوه من دمياط. من دمياط. اه نجار دمياط خشب. ما شاء الله. قول لي عندك اولاد قد ايه؟ عندي 3. مين ومين ومين؟ محمد وهيبه وشو. في سنه كام؟ لا واحده اتجوزت والكبير خلص الجامعه وما عادش معاه الثالثه اهدى. ما شاء الله. نفسك في ايه؟ بتقول يا رب كده على الفطار يا رب عاوز ايه؟ الحمد لله استرهم وعيش مستور على طول يا رب ان شاء الله. تعرف بيه؟ محمد ماهر. منين يا محمد؟ اسيوط. من اسيوط. بقى قد ايه شغال هنا؟ دي 3 اشهر هنا. مبسوط؟ الحمد لله. يعني ماشيه؟ الحمد لله تمام. مستوره؟ الحمد لله. نفسك في حاجه؟ الله يبارك فيك. الحمد لله تمام. مش عايز حاجه؟ الله يبارك فيك. تسلم. احنا اخواتي. الله يبارك لك. اهلا بحضرتك. طيب انا بقى بشوف ال جيهان محمد. من ايه؟ من الفيوم. من الفيوم. سالي حضرتك بتاع النظافه. احسن ناس والله. الله يخليك. الايد العفيفه دي تستاهل كل احترام وتقدير. ازاي؟ تعالي. انت مين؟ انا حميده. انت منين يا حميده؟ انا من فيصل. بتشتغلي ايه؟ عملت نظافه في الكرات. ما شاء الله. عندك اولاد قد ايه؟ عندي 2. مين ومين؟ عمرو ومي. عندك عمرو؟ طب سلمي عليه بقى. الله يسلمك. عنده قد ايه؟ 24 ومي 27. ما شاء الله ما بانش عليك. الله يخليك. وبتصرفي انت عليهم طبعا؟ اه انا ارمله. اه والله يا ست المصريه دي 100 راجل والله العظيم، يعني انتوا جدعان بجد. شوف الست الاميره دي يعني. طب ايه بتقولي يا رب كده على الفطار؟ نفسك في ايه؟ نفسي اسطر بنتي. يا رب. عايزه لها ايه؟ عايزه اجهزها الحمد لله يعني. طيب ان شاء الله كل خير يعني. ان شاء الله كده. ربنا يخليك. احنا برضه واحد من الناس بنقدم جهاز عرايس، فان شاء الله كنا ليها نصيب معانا يا رب. هي بس تكتب الكتاب وتبعته لنا وان شاء الله انا هنقل بقى. واتعرف عليك. من ايه؟ محمد. من الوراق. من الوراق. متجوزه هبه؟ مطلقه. مطلقه. عندك اولاد؟ 4. 4؟ عايشين معاكي؟ قاعدين معايا. مين بيصرف عليهم؟ انا. بتعملي ايه؟ بشتغل هنا 8 ساعات وساعات بنطبق. كنت شغال فين قبل كده؟ الأول مرة بقى لي 4 شهور. عايز أي حاجة؟ أنا نفسي تدل عليا بس وخلاص. ربنا كريم إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. ربنا يبارك لك. مين ما تعرفش عليها؟ أنا هنادي. هنادي. أنا دي طلعت محمد. منين يا ست هنادي؟ الصعيد. الصعيد. فاكر زمان كان في فيلم بتاع دعاء الكروان؟ قلت له فين هنادي يا أماي؟ أيوه. معايا 3 أولاد. عندهم قد إيه؟ معايا زهرة متجوزة وشيماء هتتجوز بعد العيد. ما شاء الله. مين بيصرف عليهم؟ أنا جزء معي بس يعني أنا مشتغل شيفتين هنا. ربنا يكرمكم ما شاء الله. أنتوا كمان يوم الجمعة كلكم موجودين. إيه النشاط؟ يعني أنا سعيد إن يوم الجمعة في حد بيشتغل بصراحة. أنا ما توقعتش إن هلاقي حد موجود كده. طب بصوا بقى عشان أنا مش عايز أعطلكم، أنا معايا شوية فوازير كده، واللي هيكسب هيكسب يعني، اللي هيعرف يجاوب هيكسب. ماشي. محمد صلاح لعيب الكورة اللي أنتوا عارفينه، عارفين محمد صلاح اللي هو مو صلاح، من محافظة إيه وقرية إيه؟ محافظة ايه؟ طنطا. هي طنطا محافظة؟ لا من محافظة المنصورة قرية طنطا. طيب تاني. ها محافظة ايه؟ محمد صلاح من محافظة ايه؟ قالية. ده قالية طنطا. محمد صلاح محافظة ايه؟ ده قالية طنطا. ها محافظة ايه؟ ها 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 محمد صلاح محافظة ايه؟ تعالى محافظة الغربية مركز بسيوط. تعالى اتعرف عليك. انا الاستاذ عاشور مشرف الامن في المنزل. اهلا بيك يا استاذ عاشور. طب يا سيدي الف مبروك، 2000 جنيه عشان انت جاوبت صح. الف مبروك. لا شدوا حيلكم بقى، شدوا حيلكم، احنا جايين
عايزين كلكم تكسبوا. طيب احنا عندنا مسلسل بيتعرض في رمضان اسمه حق عرب، ده بطولة مين؟ احمد العوضي. احمد السقا. احمد السقا مظبوط؟ احمد العوضي. مش احمد السقا؟ احمد العوضي. اكيد العوضي. متأكدة؟ احمد العوضي. جواب اخير؟ طيب ست مبروك، انتوا الاثنين بقى مع بعض، الف مبروك الف مبروك. السؤال الثالث، في شيء بيمشي معانا في النهار وبيسيبنا بالليل. الخيال. ايه الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ سؤال صعب بقى. سؤال صعب ها؟ القلم؟ تعالى. صح، برافو عليك. اسمك ايه؟ احمد سعيد. اسأل يا احمد. انا امن اداري. طيب يا احمد مبروك 2000 جنيه. في حيوان بيحك اذنه بانفه. وانا اولا بشكركم جدا في برنامج واحد من الناس، اتشرفت جدا والله، انتوا ناس محترمين قوي، وكل قصه فيكم تنفع تبقى نموذج نتعلم منه. كل ست وكل واحد فيكم انسان مكافح، اللي بتشقى على عيالها واللي مطلقه وبتصرف على اولادها واللي 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 جاي من سايب محافظته عشان يشتغل في مشروع جميل زي المشروع اللي احنا فيه بتاع النادي في. فربنا يكرمكم ويسعدكم ويفرح قلوبكم بولادكم ويجبر بخاطركم ويستركم ويبعد عنكم يا رب كل شر، ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. انا همشي عشان ما اعطلكمش، عايزين مني اي حاجه؟ طيب ناخد صوره؟ يلا تعالى بسرعه، يلا صوره جماعيه يلا. انت حبيني اهو، تعالي 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 يلا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. السلام عليكم. زي ما شفنا يعني الحقيقة أنا سعيد جدا بحاجة جميلة جدا، شايفين حضراتكم كم العمال اللي شغالين النهاردة يوم الجمعة وبيشتغلوا كل واحد فيه قصة إنسانية. كل واحد اشتغل في المكان ده اللي هو نادي النادي، اللي فيه ناس بتيجي عشان تنبسط وتشترك فيه، وعندنا هدف يبقى عندنا 85,000 عضو فيه كل اهالي اكتوبر يو. في ناس تانيين في ظل ممكن ما نكونش واخدين بالنا منهم قوي، لكن بجد يستحقوا كل تقدير. شفتوا الستات اللي بتقول لك انا اتطلقت وانا مطلقه وبصرف على بيتي، واللي يقول لك انا عندي 4 عيال وظروفهم، كل دول جايين يكافحوا، كل دول لقوا هنا لقمه عيش، دول كلهم لهم تعظيم. سلام.